إذن للوقوف عند الإنفاق الانتخابي الكبير في العراق والاتهامات للكتل السياسية بالفساد واستخدام موارد الدولة بالدعاية الانتخابية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والصحفي الدكتور عادل الجبوري، ومن عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أبدأ معكم أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني إذا كان اقتصاد الدولة منهارا بهذا الشكل الذي تؤكده السلطة، كيف يمكن تفسير حجم الدعاية الانتخابية التي أنفقتها الأحزاب ومرشحوها للترويج لهم؟ كيف نفسر ذلك دكتور عادل؟ أهلا وسهلا بيك وبمشاهدي قناة. أهلا بك يا مرحبا. الحقيقة اللي يشوف الدعاية الانتخابية اللي ظهرت على الأحزاب المستولية التي استولت على السلطة، اللي تقدر فقط الإعلانات الضوئية لها ب$9 مليون نعم. نشرت في الشوارع، والفقر اللي يصيب المواطن العراقي اليوم اللي حتى ما تمتع اليوم لم يصرف لحد الآن راتب التقاعد للمتقاعدين الفقراء لحد الآن، وهذه العمليات السياسية اللي يقوم بها الأحزاب من عمليات تبليط وعمليات هذا مش فقر النائب. الكتل ليس لديها أي برنامج لتقديمه من احتلال العراق لحد اليوم. لم نلاحظ اي تغيير على وضع الدوله. نفس الاحزاب تمارس عمليه السيطره على الحكم للمره الثانيه، ولذلك فاننا ندعو الى مقاطعه الانتخابات بمقاطعه تامه، ولن يكون هناك اي لحد الان 7 ملايين بطاقه لم يتم استلامها من قبل المواطنين. يعني هذا 32% لحد الآن ما مستلمين بطايقهم، فإضافة إلى العزوف الكامل لباقي المواطنين. لذلك احنا نشعر أنه هذه الانتخابات هي انتخابات فاشلة ولن تحقق الهدف المرجو منها للمواطن العراقي. دكتور عادل، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال مرحبا بكم. يعني كيف لهذه الأحزاب أن تتحمل كل هذه النفقات المالية؟ هل هناك أرقام شفافة عن موازنة الأحزاب ومن يقف وراء تمويلها دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ومشاهديكم الكرام، وتحية للأستاذ عادل بغداد، صلى الله عليه وسلم جميعا. مرحبا بكم. قضية الانتخابات والدعاية الانتخابية والفساد الإداري، علينا أن نرجع للخلف أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما نوت غزو العراق لم تأتي في أناس همهم بناء العراق، وإنما أتت بمجموعة من اللصوص ومن الأفاقين ومن الذين لهم غايات أخرى لخدمة المشروع الأمريكي الإيراني الصهيوني في العراق. نعم. وتدمير العراق وإفقار شعبه. هذا نعم. عندما يكون الركيزة بوصف العملية السياسية بهذا الوصف، جاءت للتخريب ولم تأتي للتعمير، هذا ابتداءً. بالتالي كل ما يترتب عليها من أعمال كانت تسعى بكل تأكيد للاستيلاء على المال العام، تشتري المناصب، الوزارات تستغل لصالح هذه الأحزاب. نعم. لتمويل الأحزاب وتمويل الأشخاص في الأحزاب، وبالتالي اتسعت رقعة الفساد لتصبح حقيقة مثل الإمبراطوريات الفساد في كل وزارة وفي كل دائرة وفي كل حزب. بالتالي التشكيلة التي تألفت منها الأحزاب الموائمة الطائفية في العراق، نعم، أدت إلى ترسيخ هذا الفكر. فبالتالي عندما يتأمل المواطن العراقي على حجم الصرف للمسؤول، نعم، مع حجم الإفقار للمواطن، يعني نحن نتكلم عن حقائق دولية ثابتة أنه 40% من نسبة سكان الشعب العراقي هم تحت مستوى خط الفقر. فبالتالي عندما يأتي المرشح ويشتري الأصوات، يدفع للمواطن الذي هو أحد أسباب إفقاره وإيصاله إلى هذا الحد، وكما أشار الأستاذ عادل، لأن حتى الرواتب التقاعدية لم تصرف، أين القضاء العراقي الذي يجب أن يحاسب هؤلاء؟ طيب دكتور، هذا الكلام نعم. حقيقة نعم. أنه يعطينا فكرة بأنه هذا القدر الفاسد في التدوير مستمر في الفساد، وكلما تقدمنا بالزمن
إلى الأمام كلما انحدر هذا المستوى إلى مستوى مخيف حقيقة. طيب دكتور هلال، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الدكتور عادل. دكتور عادل، موضوع عدم تقديم المرشحين لإقرارات مالية عن حجم ثرواتهم، إلى أي مدى يشكك بشفافية ونزاهة هذه الانتخابات؟ الحقيقة احنا تعودنا على انه كل المرشحين من بعد الاحتلال الامريكي الغاش من العراق بعد 2003 الى حد اليوم لم نرى اي اقرار مالي لاي مرشح او لاي رئيس كتلة سياسية. الغاية من عندها انه زيادة السرقات والفساد الاداري والهيمنة على الاقتصاد البلد اللي انتهى، واللي الجانب الاقتصادية اللي موجودة اللي تعبت فسادا في الوزارات وتبيع وتشتري بالوزارات، وما يدعون انه من محاربه الفساد هو عمليه ذر الرماد في العيون، والفساد لا زال ساري في كل دوائر الدوله. لذلك لن يقدم اي مرشح منهم لاي اقرار مالي في سبيل ان لا يؤخذ هذا الاقرار الى امام الشعب انه هذا المرشح كان عنده او ما عنده. فهذه عمليه لعمليه ان يبقى الفساد مستمر في الدوله العراقيه على مر العصور ما دامت هذه الطغمة مسيطرة على الحكم. طيب دكتور هلال، يعني أبدأ ما انتهى به الدكتور عادل، يعني جينين بلاسخارت تقول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، تقول إن الأمم المتحدة ستقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت نسبة المشاركة. ألا يعتبر ذلك إجحافا بحق العراقيين الرافضين لموضوع بقاء سلطة الأحزاب الفاسدة؟ ومتى كانت الأمم المتحدة منصفة للشعب العراقي؟ نعم. الأمم المتحدة وممثليها في العراق مشهود لهم الدور في تخريب العراق ويعملوا له صالح المشروع الأمريكي في العراق، وهذه الممثلة أو غيرها ومن سبقها ومن أتى غيرها لا يأتون إلا بمن يؤيد ويثبت هذه العملية السياسية لأنها مدعومة أمريكيا إيرانيا. لاحظ انه كل حجم الفساد الذي يؤشر في العراق من كل دول العالم لم تؤشره الامم المتحده، ولم تضع اي مؤشر او اي تقرير حقيقي عن واقع الشعب العراقي، لا عن معاناه المواطن العراقي وحقوق الانسان الذي واجب اهم اركان الامم المتحده، وتناقض بيانات الامم المتحده و تناقض الميثاق الامم المتحده نفسها، لانه هذه المنظمه نعرف ويعرف العالم انها اصبحت عباره عن مكتب في الخارجيه الامريكيه يلعب بها كيف يشاء. فبالتالي عندما يكون المشروع في العراق مشروعا امريكيا، الامم المتحده تصفق له وكل ممثلي الامم المتحده يختارون على هذا الاساس. ونتذكر عندما كان هناك في بدايه الاحتلال شخصا لا يتفق مع هذا المبدأ، من قتله في 2004؟ من قتل الممثل الأمم المتحدة في العراق؟ لأنه كان يعترض على كثير من الأساليب اللي كانت قبل المحتل الأمريكي. بالتالي نحن لا نعول كثيرا على الأمم المتحدة ومثلتها في العراق، لأن هي أصلا متهمة في بلدها. إذا نرجع للتاريخ السياسي هي متهمة في بلدها بالفساد، وبالتالي اختيارها ليس اعتباطا. نعم دكتور عادل، يعني لماذا الآن يبادر المرشحون ب يعني رصف الطرق وتعبيدها وزيارة المرضى وزيارة الناس؟ هل تنطلي هذه التصرفات على الشعب العراقي بعد 18 عاما من احتلال العراق؟ يا سيدي، المرشح للمجلس النواب هو ليس من واجبه أن يقوم بتبليط الشوارع، هذا واجب السلطة التنفيذية. يعني من يقدم انه انا جاي ابلط لكم شارع، هذا دا يضحك على الشعب العراقي. احنا ما نريد يجي يبلط الشوارع. ما هو واجب مدير البلدية؟ انا دائما اقولها، شنو واجب مدير البلدية؟ انا اعلق على النواب اللي يقومون بالتبليط، ما هو واجب مدير البلدية؟ ما هو واجب مدير؟ طلعوا مدير البلدية وطلعوا البلدية وصير النائب. احنا نريد يشرع قوانين، نريد عنده فبرنامج سياسي للدولة العراقية للمستقبل للشباب، لكنه لإصدار قوانين تخص المواطن، لكنه نشوفه يجي بالله الشارع أو يزور مريض أو يروح مثل ما صارت عندنا في العظمية يحضر فاتحة.
نعم. أربع سنوات نواب ما شاف يوم بالأعظمية جو قام يعرفها. نعم. شنو يعني اللي يقشمر الشعب العراقي انه من حرفاتها انه صار من عزهم؟ هذا كافي عيب هالاساليب بعد ما تنطبي على الشعب العراقي، والشعب نعم. العراقي وعى بهذه المساله ولن يمر في 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 القشمره مره ثانيه. نعم. حتى يضحكون عليه. دكتور هلال، يعني من الملاحظ في هذه الانتخابات وحتى الانتخابات التي سبقتها غياب المناظرات والمؤتمرات الانتخابية عن جدول أعمال المرشحين. طيب هنا على ماذا تعتمد الأحزاب في دعايتها الانتخابية إذن؟ والحقيقة لا يوجد برنامج سياسي لكي يكون هناك مناظرات أو شرح، وإنما توجد شراء أصوات وشراء ذمم ومتاجرة والاعتماد على المال السياسي الذي يعطوه هنا وهناك. والحقيقة الاستغفال الشعب العراقي بهذه الطريقة يبين بشكل واضح بأن هؤلاء أفلسوا من كل شيء. في تقريركم أحد الأشخاص يقول أنه الأحزاب الدينية لديها برنامج ديني. والله يا ريت كان عندها برنامج ديني، لأن الدين الذي نعرفه على أي دين أنت، على أي مذهب أنت، له عقيدة ثابتة وله ثوابت وله عقاب وثواب وله لكن هم أتوا ليخربوا الدين ويخربوا القيم ويخربوا المبادئ. فبالتالي عندما نقول أن هذه الكتلة السياسية سواء كانت دينية أو كانت سياسية أو كانت حزبية أو كانت، ليس لديهم برنامج، لأن البرنامج السياسي يجب أن يكون مدروس واضح، ما هو هدف المرشح، ما هو هدف هذه الكتلة، ماذا تريد، ماذا ستفعل، وكيف ستحاسب، ومن سيحاسبها بالأخير. نعم. نحن أمام التجربة فاشلة منذ البداية، وهي بنيت على باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل. فبالتالي ماذا سيقولون للمواطن العراقي؟ يقولون نحن ضد المشروع الإيراني الأمريكي بالعراق وهو تطبيقه للولايات المتحدة الأمريكية. يقولون نحن نحارب الفساد وهم أفسد خلق الله. لا يحارب فاسدا الفساد. نعم. هذا الكلام أصبح واضح للشعب العراقي الآن. العملية الانتخابية متوجة بالمال السياسي ومتوجة بالسلاح السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحديدا، المستفيدان الأكبر في هذه العملية لكي تفرض الإرادة على المواطن العراقي سواء انتخب أو لم ينتخب. لاحظ أن هناك الشراء تم مواصلات من الآن، بيع المناصب والتوزيع المكاسب ما بين هذا الذي يريد الحكومة وهذا يريد الوزارة الفلانية، لأنه المرشح أو الحزب الذي يدفع 30 أو 40 مليون أو 10 ملايين ليشتري منصبا معين، كيف سيسترد هذا المال وهو ليس له مصدر تشريع؟ تعرف أن الدولة الوحيدة من العالم. نعم. هذه الأحزاب لم تحدد ميزانيتها من أين لك هذا، من أين يصرف هذا الحزب. ليس هناك قانون يحاسب هذه الأحزاب ويضعها أمام محاسبة من أين مصادر التمويل للحزب الفلاني، أي حزب كان. ما شاء الله عندنا 500 حزب، 400 حزب، ما أعرف. نعم. كتلة ما أعرف. دكتور. كل هذه ليس لها قانون. نعم. تخيل، ليس لها قانون بهذه الدولة يبين مصادر التمويل لهذا، من أين لك هذا؟ يعني من أين هذه الأموال تصرف على الانتخابية؟ منين لك؟ على ذكر القانون. كان هناك قانون. نعم. لكان هناك حقيقة خوف أو رادع للذين يفسدون في الأرض، ولكن إذا كان رب البيت يكفي ناقصا بقية عندكم. طيب دكتور عادل، على ذكر القانون، يعني هناك قانون يحظر مشاركة أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة، ولكن موقع ذا ناشونال يؤكد مشاركة ميليشيا حزب الله في الانتخابات المبكرة في العراق. هل هذا تناقض أم خطأ غير مقصود؟ يعني الحقيقة هو الدستور العراقي اللي هم شرعوه وأسيادهم الأمريكان يحظر وجود أي حزب يشارك بالسلطة ولديه جناح مسلح، لكن نشوف مو بس حزب الله، يعني كثير من الأحزاب هي عندها أجنحة مسلحة، ومن هسه بدأت تحظر في نشاطاتها الانتخابية أنه تريد السيطرة على يعني الكراسي البرلمان بالقوة. نعم. يعني هذا يتناقض مع الدستور ومع القانون اللي هم شرعوه، لكن شوف انهم فوز انتخابات لم تتخذ اي اجراء
بصدد ابعاد هذه الاحزاب وموافقه على كل ما يقومون به هذه الاحزاب التي تمتلك اجنحه مسلحه. يعني واحد من المرشحين كان محكوم بالاعدام، كان سابقا وانهزم الى ايران ورجع الان رشح الى مجلس النواب، هذا حيكون نائب في البرلمان العراقي وهو محكوم بالاعدام لقتل المتظاهرين. يعني هذا التناقض اللي موجود، انه الدستور اللي هم شرعوه ماذا يقومون باتباعه او تنفيذه. دكتور هلال، يعني ذكرتم بيع المناصب من الان قبل اجراء الانتخابات، لكن هنا اريد سؤالكم، ما الضمانات اليوم من عدم تكرار عمليات بيع المناصب وتزوير الانتخابات الحالية في ظل مطالبة الحكومة للعراقيين بالمشاركة في هذه الانتخابات؟ التزوير حاصل، لأنه هو ماذا حصل؟ هل تم تغيير الهيكلية القضائية والدستورية في العراق؟ هل تم تغيير الجهات السياسية الحاكمة في العراق؟ نفس الأحزاب ونفس الهجوم ونفس الفاسدين ونفس الأشخاص ونفس الوجوه التي تكرر على الشعب العراقي هنا وهناك. وبل على العكس، الآن في هذه الدورة زاد عدد الذين يطمحون أن يلتحقوا بكوكب بموكب الفاسدين، لأنه ظاهر العملية سهلة، أنه يكون المال الحرام هو الذي يشتري المنصب. نعم. وطالما أنه لا محاسبة للفاسدين، ونحن نلاحظ أنه حتى الذي عليهم أحكام قضايا كما تفضل الدكتور بقتل المتظاهرين الآن يعودون بدون محاسبة. نعم. فإذا لماذا لم يشارك بقية الفاسدين؟ هذا هو الحل، أنه الآن قضية بيع المناصب وتوزيع المكاسب وشراء الذمم معلنة وليست سرية، يعني هم بينهم الكل يتهم الكل وكلهما صادق في هذه النقطة، لأنه كلهما فاسدين، فاسد يقول الفاسد أنت فاسد وهو فاسد، وبالتالي كل العالم وتعتقد التقرير الفرنسي الذي تحدث عن هذا الموضوع بأنه بدأت من الآن عمليات شراء الذمم وشراء المناصب والتقاسم المكاسب قبل فإذا أين هيئة الانتخابات؟ نعم دكتور. المستقلة بين قوسين الانتخابات وكل هذه الزوبعة، يعرفون أن الفساد هو الذي سيدير هذه العملية السياسية ابتداء وانتهاء، والمواطن العراقي هو الخاسر الأوحد، هذه هي الحقيقة. نعم دكتور. مهما علت الأصوات التي تدعي الشرف فهم بعيدين عن الشرف، لا شرف لمن خان بلده وخان دينه وخان المبدأ الذي يحمله. من بغداد الكاتب والصحفي الدكتور عادل الجبوري، ومن عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكما.